السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون نستهلها بالعناوين. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يحث الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها تجاه الأسرى الفلسطينيين المضربين بسجون الاحتلال. الإعلان في العاصمة أبيدجا عن تأسيس تنسيقية للمعارضة تسعى للاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2020. معرض للجمعيات الشبابية في العاصمة نواكشوط بمشاركة ممثلين عن أزيد من 60 جمعية ونادي شبابي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. سلم وفد من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة رسالة احتجاج لممثلية الأمم المتحدة في العاصمة نواكشوط. وقال مسؤول الإعلام بالمنتدى صالح الحنانة إن الرسالة تتضمن حث الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها تجاه الأسرى الفلسطينيين الذين يعانون بسجون الاحتلال الصهيوني. نجينا اليوم باسم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة تسليم رسالة احتجاج لممثلية الأمم المتحدة في نواكشوط واستنهاض هذه المنظمة الدولية لتحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى الفلسطينيين الذين يموتون جوعا في سجون الكيان الصهيوني. نرجو أن تجد هذه الرسالة صدى في هيئة الأمم المتحدة ورد الأمين العام بشكل خاص الذي وجهنا إليه هذه الرسالة. بالتأكيد أننا سنستمر في نضالنا من أجل الأسرى الفلسطينيين ومن أجل قضية الشعب الفلسطيني العادلة بكل ما أوتينا إن شاء الله من وسائل. نبقى في شأن الفلسطيني، حيث اقتحمت القوات التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال قسم الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجن نيتسان، حيث منعتهم من أداء الصلاة كما صادرت المصاحف الموجودة بحوزتهم. وكان نحو 1500 أسير فلسطيني قد أعلنوا منذ أيام الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام تزامنا مع ذكرى يوم الأسير. التفاصيل نتابعها في التقرير التالي. صعدت إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني من إجراءاتها القمعية ضد الأسرى المضربين في سجون الاحتلال، وأفادت اللجنة الإعلامية لمتابعة الإضراب المتواصل اليوم الخامس على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي أن قوات القمع التابعة لإدارة السجون الصهيونية اقتحمت قسم الأسرى المضربين عن الطعام في سجن نيستان الرملة بالكلاب البوليسية ومنعتهم من الصلاة وصادرت المصاحف. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الأسرى المضربين الذين نقلوا من السجون إلى الرملة 70 أسيرا، منهم 40 من هداريم و30 من نفحة وريمون وعسقلان. وأكدت أن إدارة سجون الاحتلال تنكل بالأسرى المضربين عن الطعام وتنفذ من خلال قوات القمع التابعة لها سلسلة اقتحامات وتفتيشات مكثفة لأقسام الأسرى المضربين وصادرت الملح منهم ومنعتهم من إقامة الصلاة أو الخروج للفورة. وكان حوالي 1500 أسير في سجون الاحتلال قد بدأوا اعتبارا من الاثنين الماضي إضراب الحرية والكرامة المفتوح تزامنا مع يوم الأسير الفلسطيني من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال والتي حققوها سابقا بالعديد من الإضرابات، فيما يتوقع أن تزداد أعداد المضربين بشكل تدريجي خلال الأسابيع القادمة. ويأتي الإضراب امتدادا ل23 إضرابا جماعيا خاضتها الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال منذ العام 1967، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014 واستمر 63 يوما، إضافة إلى عشرات الإضرابات التي نفذت بشكل فردي أو جزئي، وبرز بينها إضرابات الأسرى ضد الاعتقال الإداري التي تزايدت في السنوات الأخيرة. أشاد رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيد محمد المحم بالتعديلات الدستورية المرتقب إجراء استفتاء شعبي بشأنها منتصف شهر يوليو القادم. ودعا المحم خلال لقاء بنواكشوط حضره بعض القادة في الأغلبية، دعا مناوئ التعديلات الدستورية إلى تقديم مبررات مقنعة لإلغاء مجلس الشيوخ ودمج بعض المؤسسات في بعضها البعض وجعل العلم الوطني يرمز لتضحيات الموريتانيين من أجل الوطن. احنا قلنا حد قاعد يتكلم لنا في الموضوع ده ويوقف يقول ان مجلس الشيوخ انه ضروره قصوى وان 14 مليار اللي قاعد تسقط فيه دافع الضرائب الموريتاني انها حتميه لابد ان تم دفعوها بيدي فمهم خاسر اذا ما تم تدفع، لا يخسر البلد ولا يضر المصالح. هذه وصلنا له. نعود ما هم حد يدعي الدعوه
معناها الأصدق أن نحن قلنا أن نرشد موارد الموريتانيين وبأن يلعت فم عمل تعدل غرفنا ما عينا في غرفتنا. هذا ببساطة قلنا أن يلعت فما تياه وسيط الجمهورية والمجلس الإسلامي الأعلى وفم أداة قالها الفتوى والمظالم تقوم بنفس الدور اللي يقوموا به هو الاثنين أن نرشدوا على الموريتاني ونجذروا ديمقراطيتهم ونرشدوا مؤسساتهم ونعدلوا المؤسسة واحدة بدل الهلال. إذا حد قايل عكسه يقولوا قلنا عكسه. قلنا أن ما أننا مع لون أحمر ولا أننا مع لون أخضر ولا أننا مع لون شيء. أن نحن العلم ما مهم ألوانه مهم ما ترمز إليه ألوانه. أن نحن من حق الناس اللي ضحى بدون ذا البلد علينا ومن حق في الماضي وفي الحاضر واللي مستعد تضحي في المستقبل وما زالت تضحي في المستقبل من حقها علينا أن ندير في عالمنا الوطني ما يرمز إليها. دعا النائب البرلماني الناشط في الأغلبية الداعمة لنظام الرئيس الموريتاني محمد ول عبد العزيز سيد محمد ول سيدية إلى أن تكون نسبة التصويت على التعديلات الدستورية في الاستفتاء المرتقب مشرفة لولاية الحوض الغربي. وطلب ول سيدي خلال لقاء بأطر ووجهاء ولاية الحوض الغربي إلى الحفاظ على وحدة وتماسك المجتمع الموريتاني. مطروح عليكم العار نختار ولايتنا للاستحقاقات اللي قدامنا تعود النسبة لله تطلع تعود نسبة مشرفة تشرف ولايتنا. هذا هو المطلوب في الوقت الراهن. مطلوب منكم كنخبة هذا البلد أمانة في أعناقكم وتحافظوا على أمن وسكينته ووحدته الوطنية لأن هون واحدين يترقصوا بينا يختاروا ويعدلونا 5 و6 و10 وذاك ما هو مقبول لعدة أسباب. واحدة احنا عددنا قاع شرية واحدة ما يزلت ملايين لا قد كارتية من واحدة من العالم. واحدة احنا أخوت وولاد عم وخالد الناس اللي مجمعهم ما في أحد لا يتخرصوا ما كلها عنده نسبة مع الثاني خوالة والله عمومة والله مصاهرة والله أي شيء. معناها ما في مجال للتناور ولا في مجال للحق. نحن مسلمين كيف نحكم؟ أكد خبراء قانونيون ودستوريون خلال يوم علمي نظمت الرابطة الموريتانية لدولة القانون لنقاش آليات مراجعة الدستور أن للرئيس الحق في إجراء استفتاء شعبي على التعديلات الدستورية استنادا على المادة 38 من الدستور. ويثير موضوع التعديل الدستوري المرتقب إجراء استفتاء شعبي حوله منتصف شهر يوليو القادم جدلا سياسيا وقانونيا متزايدا. تفاصيل أوفى نتابعها ضمن التقرير التالي. قضاة وخبراء قانون يعلنون عن إنشاء الرابطة الموريتانية لدولة القانون وذلك خلال يوم علمي نظموه لنقاش آلية مراجعة الدستور. الخبراء المجتمعون أجمعوا على أن المادة 38 تعطي للرئيس حقا مطلقا في استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية. خارج النظرية قالها النظرية التركيبية للنص. شو تقول هاي النظرية؟ تقول أي مادة من النص هي جزء من كل ولا يمكن فهمها ولا تأويلها إلا بربطها بجميع المواد التي تتعلق بهذا النص. إذن لنربط المادة 88 و99 شن لاحظوا؟ نلاحظوا المادتين لا ربط بينهما ولا إحالة. الخبير القانوني محمد سيدياء الخباز أكد تطابق وجهة نظره مع ما ورد في محاضرة للرئيس مرضفا أن المادة 38 تتيح للرئيس بشكل واضح العودة إلى الشعب وأخذ رأيه في القضايا الوطنية المهمة. إذن هذه التعديلات قد تكون في حد ذاتها مهمة والآلية اللي تتبع لها هي المادة 38 كما ذكر الأخوة آلية قانونية وجربت في كثير من الدول. واختتمت الرابطة الموريتانية لدولة القانون يومها العلمي بإصدار وثيقة رأي قانوني تضمنت ما أشارت إليه بأنه مبررات واضحة تدعم توجه النظام نحو تفعيل المادة 38 من الدستور لعرض التعديلات الدستورية على استفتاء شعبي. وقد تزامن هذا اليوم العلمي مع قرار أصدرته الحكومة يحدد موعد الاستفتاء الشعبي في 15 يوليو المقبل. وكان اليوم قد نظم بمشاركة أعضاء من المكتب التنفيذي للحزب الحاكم بموريتانيا
من أجل تبرير اعتماد المادة 38 من الدستور كسند قانوني للاستفتاء المقرر يوليو 2017. أعلن في العاصمة أبيدجان عن تأسيس تنسيقية للمعارضة مكونة من 4 أحزاب سياسية وعدد من النقابات والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني. ومن بين الأهداف التي تسعى إليها التنسيقية الجديدة التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها عام 2020 والتي لن يشارك فيها الرئيس الحالي الحسن وترى. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي. الإعلان في أبيدجان عن تنسيقية للمعارضة تحمل اسم معا من أجل الديمقراطية والسيادة تضم 4 أحزاب سياسية وعددا من النقابات والمنظمات الناشطة في المجتمع المدني تحضيرا للانتخابات الرئاسية المرتقب تنظيمها عام 2020. ومن ضمن الأحزاب الأعضاء في التنسيقية حزب الأجيال الجديدة والجبهة الشعبية الإيفوارية، إضافة إلى منظمات من بينها منظمة المؤتمر الإفريقي للشباب والنقابة الوطنية من أجل تقدم ساعد العاج. وقد وقعت الأطراف المشكلة للتنسيقية الجديدة اتفاقية تتكون من 12 نقطة من بينها المصالحة الوطنية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحرية الصحافة والسياسة النقدية للجمهورية. وقال رئيس التنسيقية جورج أرمان ويني إن التنسيقية تسعى إلى تحقيق 3 ركائز أساسية، هي تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وتعزيز حرية الصحافة والتحضير للاستحقاقات الرئاسية المرتقبة عام 2020 من أجل تنظيم انتخابات شفافة وتوافقية. ويأتي الإعلان عن تأسيس التنسيقية المعارضة الجديدة أشهرا بعد تصريح رئيس الإفارية الحسن وترى بعدم ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة رغم أن دستور البلاد يسمح له بالترشح لمأمورية رئاسية جديدة. وقد سبق التنسيقية الجديدة إعلان عن تنسيقيتين أخرين هما التنسيقية الوطنية من أجل التغيير وجبهة الممانعة. وتسعى الأحزاب والمنظمات الأعضاء إلى تشكيل ائتلاف قوي ينافس الأغلبية في الانتخابات المقبلة، وقد يكون دعم مرشح أو حد من بين خيارات التنسيقية المعارضة المعلن عنها، وتحذو بذلك حلو المعارضة في بعض بلدان غرب القارة كما حصل في دولة غامبيا قبل أشهر. أعلن في العاصمة نواكشوط عن انطلاق معرض للجمعيات الشبابية يشارك فيه ممثلون عن أزيد من 60 جمعية ونادي شبابي. وقال رئيس المجلس الأعلى للشباب محمد يحيى وللطالب إبراهيم إن الهدف من المعرض هو بحث آلية خلق فضاء خاص بالجمعيات الشبابية يتيح لها تبادل الخبرات فيما بينها. أن أحضر معكم اليوم هذه التظاهرة التي تهدف إلى خلق فضاء تبادل خاص بين الجمعيات الشبابية يتيح لها فرصا لعرض إنجازاتها وتبادل الخبرات بين بعضها البعض، وكذلك التعريف بمجال تدخلها من خلال فضاء مخصص للعرض، هذا بالإضافة إلى العديد من الورشات والعروض التي تهدف إلى تعزيز قدرات المشاركين في هذه الورشات. أيها السادة والسيدات، يأتي تشجيعنا ودعمنا لهذه المبادرة الشبابية في إطار السياسة التي ينتهجها المجلس الأعلى للشباب الرامية إلى احتضان وتشجيع كل المبادرات الشبابية الجادة. أيها السادة والسيدات، إن النقاشات التي ستدور خلال ورشات العمل طيلة أيام هذا المعرض تعتبر هامة ومفيدة. دعا مدير عدد من وكالات الحج في نواكشوط وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إلى مراجعة آليات اختيارها للوكالات التي اختيرت في القرعة. واعتبر مدير وكالات الحج خلال احتجاج نظموه أمام وكالة الحج والعمرة في نواكشوط أن الوزارة لم تحترم مقتضيات القرار الصادر عن مجلس الوزراء عام 2015. طبعا المعروف عن مجلس الوزراء صادق على نسبة معينة اللي هي 70% الوكالات اللي عندها تجربة و 30% الوكالات اللي ما عندها تجربة. بالتالي نحن نطالب باحترام هذا القرار، وفوجئنا بأن الوكالات اللي عندها تجربة تقبض 4 وكالات، تقبض نسبة 4%، يعني 4 وكالات يلا يطلع أصلا 14 وكالة للتنافس على القرعة.
فوجئنا عن طلعت فقط 10 وكالات. بالتالي من خلال هذا المنبر نطالب الوزارة الوصية اللي هي وزارة الشؤون الدينية عنها تراجع القرار وأنها تنصفنا. نحن كوكالات جديدة تقدمنا بملفاتنا للتنافس على القرعة. يا الله يا الله تعود نسبة مجموع الوكالات اللي تعد عليها اقتراع 14 وكالة. إلى نافذتنا اليومية عين على الداخل. يشكو الجزارون بمقاطعة أبي تلميذ من عدم تجهيز المجزرة التي أنشئت مؤخرا بالمقاطعة، ويدعون الجهة المعنية إلى تجهيزها من أجل وضع حد لمعاناتهم. يأتي ذلك في وقت تنقل فيه اللحوم إلى المقاطعة من مكان ذبح الموجود على بعد 5 كيلومترات منها عبر عربات وسيارات متهالكة. تفاصيل في هذا التقرير. هذه هي المجزرة الوحيدة بمقاطعة أبي تلميذ. من هنا يقوم الجزارون بتوزيع اللحوم على مختلف أرجاء المدينة والقرى والأرياف المجاورة لها بطرق ووسائل قديمة بدأ من المعدات مرورا بوسائل النقل، وهو ما قد يعرض سلامة المواطنين للخطر جراء انعدام المعايير الصحية المطلوبة بحسب كثيرين. وتحدث من التقيناهم هنا من الجزائريين عن ما قالوا إنها جملة من المشاكل تواجههم، داعين السلطات الموريتانية إلى تدليلها وإيجاد بدائل لهم. مشاكلنا كثيرة كثيرة، عندنا البطوار ما عندنا بطوار هي الأولى، وانتم راكم تراعوا، وما عندنا قضية فريقوهات، ما عندنا شمقلصين فيها اللحم، ما عندنا شامبر دي فروا. ويقول الجزارون إنهم يواجهون تحديات من أبرزها غياب مكان للبيع خاصة خلال فصل الخريف، داعين الجهات المعنية إلى حلحلتها. هذا الوساخ ضارب الشعب، قال ياسر من دمراب نحن ودول الحم دين دار فوقه إلى شمنا الحصارات وزازو قال مدر حتى صحة الإنسان من دار فوقه شو الحم أطروحة طريحة موزين. أنا طالبنا لا نقلنا شروك البطوار الجديد. شكرا لي الوساخ، هو حالك في عن سؤاله وشفتوا بشفتوا ضعين لك شفتوا خالق لطنا عددوك البطوار ذوك البطوار ما هات ودشن ولا هات حد جاء، ونحن من يكسر نحن في ذلك الوساخ اللي هو ما هو شيء قدر سماه العظيم. ويلاحظ الزائر لهذه المجزرة التي تقع على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة أبي تلميذ انتشار القمامة التي أضحت أنيسا لهؤلاء وشاهدا حيا على معاناتهم، فمن هنا تنقل اللحوم عبر عربات وسيارات متهالكة. يوجد هنا ما يطلق عليه السكان محليا البطوار، لكن الجزارين لما يستخدموه بعد نتيجة ما قالوا إنها نواقص تعيق استخدامه. سيارات متهالكة وطرق بدائية يستخدمها الجزارون هنا في مدينة أبي تلميذ لذبح وتوزيع اللحوم دون مراعاة أبسط الظروف الصحية والمعايير الضرورية، وسط مطالب بتحسين ما وصفوها الحالة المزرية لمجزرة أبي تلميذ. أحمد البابية من مجزرة أبي تلميذ، قناة المرابطون. نهاية نشرة أخبار الواحدة من قناة المرابطون وقد تابعت فيها. المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يحث الأمم المتحدة على تحمل مسؤوليتها تجاه الأسرى الفلسطينيين المضربين بسجون الاحتلال. الإعلان في العاصمة أبيدجان عن تأسيس تنسيقية للمعارضة تسعى للاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة عام 2020. معرض للجمعيات الشبابية في العاصمة نواكشوط بمشاركة ممثلين عن أزيد من 60 جمعية ونادي شبابي. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة.
الثانية موجز إخباري بحول الله. دمتم في أمان الله.